رغم الإنفاق الكبير، يستمر انقطاع التيار الكهربائي بشكل متكرر شرق ليبيا، إذ تصل هذه الانقطاعات إلى 7 ساعات مستمرة ومتواصلة بشكل يومي في بعض الأحيان، ما يؤثر سلباً على حياة المواطنين خصوصاً في فصل الصيف، حيث ترتفع درجات الحرارة بشكل كبير. وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالحكومة الليبية أوضحت أن السبب وراء الانقطاعات الكبيرة للتيار في المنطقة الشرقية هو خروج وحدات الكهرباء في الشبكة الجزائرية، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع التيار المنقول باتجاه تونس، ما تسبب في فصل الربط التونسي، مضيفة أن هذا الوضع أدى إلى فصل الشبكة الشرقية عن الغربية وخروج كهربائي لوحدات زويتينا وفصل في الربط الداخلي من جهة البريغا. وتعهد رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد بالعمل على تذليل جميع الصعوبات التي تواجه وزارة الكهرباء وتوفير الإمكانات اللازمة المتمثلة في صيانة خطوط النقل ومحطات التوزيع والتحويل والكوابل المتعددة الأقطار وإنشاء أبراج جديدة بديلة عن القديمة ذات الجهد العالي والمتوسط وتوفير مقاولين من أجل تنفيذ أعمال الحفر والتجهيز. هذا وتجدر الإشارة إلى أن مصرف ليبيا المركزي كشف في بيان له أن الشركة العامة للكهرباء أنفقت 3.9 مليار دينار ليبي خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام 2024. وقد أثار هذا الإنفاق الكبير التساؤلات حول كيفية استخدام هذه الأموال ومدى فعالية الإدارة في تحقيق تحسينات ملموسة في خدمات الكهرباء.